انطفاء تام في منظومة الكهرباء بمحافظتي البصرة وميسان أدى لانخفاض تجهيز المواطنين ليبلغ 4 ساعات قطع مقابل ساعتين، بينما السؤال الذي يطرحه الجميع أين ذهبت المليارات التي أنفقت على هذا الملف؟ معاناة الكهرباء يعني احنا ولا وين هاي المعاناة بالعراق؟ يعني صارنا 17 سنة قاعد نروح مليارات تروح من عندنا وماكو كل نتيجة. يعني جانا الصيف قالوا والله حارة، جانا الشتاء قالوا والله برد ومطر وما تتحمل. هسه البارحة الكهرباء أمس كله والبارحة جهال عندنا ما نامت، مو احنا الكبار، لا جهال قامت بشقلك شردنا بيهم بالشوارع بسبيل بس يطقهم الهواء. كهرباء ماكو، ماي ماكو، مولدات قليلة يشغلون بالأوقات القليلة، شنو السبب؟ المليارات وين راحت؟ مديرية توزيع الكهرباء من جانبها عللت تراجع مستوى تجهيز المواطنين إلى زيادة الأحمال وارتفاع درجات الحرارة، على الرغم من أن الطاقة الإجمالية ل13 محطة أنفقت عليها المليارات بلغت نحو 3600 ميجاوات من أصل احتياج إجمالي للمحافظة بلغ 4000. كان عندنا خط 400 كيفي خارج العمل لتعارض مع تسليك خط جديد يربط محطات توليد مهمة لتغذية محافظة البصرة. حدث انفصال للخط الآخر بسبب ارتفاع الأحمال وزيادة التيار على الخط بسبب ارتفاع درجات الحرارة وزيادة الاستهلاك في المحافظة. الشاب علي صاحب المولدة هذه أشار إلى أن انخفاض ساعات التجهيز يتسبب بخسائر مالية كبيرة مع كل ساعة انقطاع، فيما يقول أن قرار تخفيض أسعار الوقود التي أعلن عنها سابقاً من قبل الحكومة الاتحادية لم تدخل حيز التنفيذ حتى هذه اللحظة. والله تأثرنا بانقطاع الكهرباء كلش هواي، يعني البارحة انطفت من 11 الصبح لـ8 وربع هي طافية، وتعرف ماكينة تصرف غاز، ماكو لا قطع لا شيء، كله سوق سوداء يعني نشتري وماكو أصلاً يعني مو من المفتي يعني قطع من الدولة. انخفاض كبير بمعدل تجهيز الكهرباء للمواطنين خلال اليومين السابقين تعزوه الدائرة المعنية بالمحافظة إلى ارتفاع درجات الحرارة وزيادة الأحمال، في وقت يتساءل فيه المواطنون عن الأموال التي أنفقت على هذا الملف منذ سنوات لكن دون جدوى. خالد السلامة لقناة الفلوجة البصرة.